عيون جل مغمرات يا حي مركوب الدلايل. أتواصل من جديد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، شوط آخر يسير في التنافس والتحدي والانتصارات، حيث شوطنا الذي تقدم أمامكم وسار أمام العشاق في هذه اللحظة هو الشوط الثامن، خاص بالقعدان ضمن أشواطنا المفتوحة في صباح هذا اليوم. انطلقت هذه الأعداد وهذه المشاركة من خلال وجود الأسماء الحاضرة في منافساتها في هذا اليوم. ما شاء الله الأعداد كفيلة بأن نشاهد ونتابع ما يدور من منافسة شيقة وممتعة من كل الشعارات ومن كل الأسماء ومن كل السلالات، حيث الكل يقدم سلالة معينة ومشاركة تصل إلى ميادين السباق وإلى منصات التتويج مع مشاركاتها. بالتوفيق للجميع دائما. إلى المقدمة والصدارة، حيث يتقدم الآن مبلش لسعيد بن خادم بن عبيد الجنيبي على قائمة هذا الشوط بالمركز الأول، بينما المركز الثاني حضور من قبل الشبابي موسى بن عبد العزيز الموسى غير إلى مقدمة الشوط. المركز الثاني للشاعر غدير بن سعيد الكتبي حاضر مع هذه اللحظات، هذا هو شكلان علي بن غدير بن سعيد الكتبي. والمركز الرابع المركز الثالث عفوا حضور من كلاس أحمد بن علي بن عيسى الكتبي. المركز الرابع حصل تغيير هنا مع المهندس سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي إلى مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني الآن حضر منجز علي منجز لسعيد بن عامر بن سالم اللي حضر وخذ المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث حضور من العابر المر بن سعيد بن حمدان النعيمي خذ المركز الثالث. المركز الرابع سلام تغييرات مستمرة، ها هو هملول لسعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي. والمركز الرابع المركز الرابع، بينما الخامس من الجانب الآخر هذا اللي وصل الآن الشبابي موسى عبد العزيز الموسى بالمركز الخامس. المركز السادس 22 يأتي براق سلطان بن محمد بن عبده الشامسي يأتي على سادس المراكز. والمركز السابع منور لسعيد بن عبد الله بن حمود العويسي. والمركز التاسع يأتي شعار البطين على تاسع المراكز مقدما مثير خليل بن سالم بن حمد البطين، بينما المركز العاشر من الجانب الآخر عندك الوهيبي ها هو مناسب راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي يحتل المركز العاشر. ها هي النتيجة للعشرة الأسماء المنطلقة، وصلنا إلى الكيلو الأخير الكيلو الخطير. استعدوا يا للحقائق، استعدوا يا للحقائق، يا سلام مع الحقائق تبين الحقائق دائما. هذا المهندس غير إلى مقدمة الشوط سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي يسيطر على ناموسي هذا الشوط، لعله عسى أن يكون مثل المهندس وأمثاله في ميادين السباقات، لكن المغير يحتل المركز المغيري في المركز الثاني مع وجود منجز سعيد بن عامر المغيري يحتل المركز الثاني. إلا هذا اللي انتقل الآن مشكور مشكور مشكور، عندك الحنزاب عبد الله بن يابر بن حمد الحنزاب المري ما شاء الله بن حنزاب غير هذا المركز الثاني. المركز الثالث بن حليس يقدم مناسب يقدم مناسب راشد بن عبيد بن حليس في المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي ينكم يا الشبابي عبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني الغيلاني واشتبابي الشبابي الان حاضر في هذه المشاركه غير الى المركز الاول الغيلاني وبن حنزاب ثانيا الوهيبي بن حليس ثالثا المركز الرابع كذلك هناك تقادمين ولكن سلاله اسد الميادين الى المركز الاول في هذه اللحظات الى جعلان ابو علي الى جعلان الى جعلان السلام الى جعلان الى السلطنة الشبابي انتزع المركز الأول عبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني. سلام وتحية لأهل السلطنة على فوز الشبابي بالمركز الأول. دانينا والناموس المركز الثاني يصل مشكور عبد الله بن يابر الحنزاب المري. المركز الثالث قادم مناسب راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي. المركز الرابع هنا لحظات وصول إسناد حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي. وخامسا
حضور من قبل المهندس سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي التحديات والمنافسات في قوة وأداء هذا الشوط الذي حضر أمامكم، هو الشوط الثامن في تحديات ولقاءات هذا اليوم، حيث كل التحديات أمامكم وأمام كل الجماهير بأنها قوية وخطيرة في هذه المشاركة. التوقيت الزمني 4:34 وجزئين من الثانية، تهانينا لمالك الشبابي على هذا الفوز والانتصار. هنا عبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني، المركز الثاني 4:35 وجزئين من الثانية، حيث كان الحاضر في هذه المنافسة مشكور عبد الله بن يابر بن حمد بن حنزاب المري، والمركز الثالث يأتي مناسب بتوقيت زمني مقدار 4:35، 6 أجزاء من الثانية، راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي. تانينا والناموس للجميع في هذه المشاركة وهذا اللقاء.